مساحتنا التالية ليا رح نخصصها مع مصطلحات التنموية، واليوم رح نسلط الضوء على مصطلح التمكين ودوره في تعزيز العمل لدى الموظفين أثناء عملهم، ما يؤدي إلى العمل بطريقة إيجابية وبطريقة أكثر طاقة يمكن. نور، ولحتى أكثر نحكي عن مفهوم التمكين بصباحنا لليوم، بصرنا نرحب معنا اليوم بمدرب إدارة الموارد البشرية رواد نعمي. صباح الخير رواد. يسعد صباحكم يا هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين بمصطلح التمكين قبل ما نحكي عن أهمية تطبيقه. طيب، لحتى نبعد عن التعريف الأكاديمي وشوي هيك نقربه للعملي، خلينا نشبه التمكين مثل عم نعطي شهادة سواقة لحدا. تمام. فالتمكين هو شهادة السواقة بتنعطى لشخص بعد ما يجتاز اختبار معين ويتأكد انه هذا الشخص عنده القدرة على قيادة السيارة وبيسوق بأمان وضمن شروط معينة وضمن حدود معينة. وبيكون طبعا شهادة السواقة في عنا فئات، هاي الفئات بتسمح للشخص انه خلينا نقول يسوق فئات محددة، مثلا الفئة باء بتسمح له يسوق سيارة عادية، بده لحتى يسوق سيارة كبيرة او ضخمة وشاحنات بده شهادة سواقة ثانية. نفس الشيء التمكين، هي نسمح للموظف ضمن نطاق محدد ضمن الشركة نفسها انه يشتغل لحتى يقدر يطور العمل، وبنفس الوقت مو بس نكتفي بهذا الموضوع، نقدم له الدعم ونقدم له الشيء اللي بيعتازه، مثل كأنه عم نعطيه رخصة انه ينفذ امر معين ضمن نطاق عمله ضمن شروط متفق عليها ليحقق نتيجة نحن وياه بنتفق عليها. فهي كريما هذا هو التمكين. نعم، وللتمكين في وقت محدد، اذا بدنا نحكي انه يمكن الموظف له يمكن فترة محددة لحتى يخوض تجربة التمكين ولحتى يتسلم يمكن شغل خاص فيه. لا لا، التمكين طالما الشخص معين بوظيفة بتوصيف وظيفي محدد بمهام محددة فينا نمكنه، شرط ولكن يكون عنده القدرة انه هذا الشخص نقدر نمكنه، مثل اول شيء الوجود عنده مهارات بالتواصل جيدة، القدرة على الاستماع، القدرة على طرح الأسئلة لحتى يقدر يعرف ينقض الموضوع ويقدر يلاقي الثغرات بالعمل لحتى يقدر يطوره، المبادرة والإبداع الذاتي. لازم يكون عنده هذا الشخص نوعا ما فهم للرؤية تبع الشركة، فهم للأهداف بينه وبين مديره المباشر لحتى يقدر يشتغل. فمو في وقت قد ما هي في شروط، طالما هالشروط متوفرة عند الموظف خلينا نقول هي مهارات أساسية، نحن قادرين نمكن الموظف وقادرين نعطيها خلينا نقول القدرة لحتى يقدر ينفذ اللي بده إياه، نفسح له المجال. رواد، يمكن هذا الحكي كثير جميل، بس خلينا نحكي كيف بنقدر فعلا نطبق مفهوم التمكين على الموظفين. يعني أنا ممكن أقول إنه عندي قاعدة 1 2 3، بس قديش فعليا قادرة يمكن تطبقها على أرض الواقع؟ تمام. هلا الفكره بالتطبيق التمكين، اول شيء بتبلش من الاداره نفسها. يعني الاداره اذا ما كانت حاطه اهداف واضحه، اذا انا كاداره مو عارفه احط اهدافي او مو عندي اهداف واضحه، فما حقدر امكن الموظفين. فحطيت الاهداف. ثاني شيء بدي انا اشرك الموظفين معي بعمليه وضع اهدافهم الذاتيه. التمكين ما بيعتمد على قاعده، فيني اقول لك مثلا اليوم على الراتب يمكن. هلا خلينا نقول اذا قلنا اليوم بدنا نعد لهالنشاط هذا، انا فيني اقول لك اعملي هيك وحكي مع فلان وجيب الكراسي من عند فلان وجيب المايكات من عند فلان واتصلي بفلان، صح؟ هاي نوعا ما بعطيك شو تساوي. التمكين بقول لك شو النتيجة، أنا بدي اللوكيشن يكون تمام، ما في أي خطأ، الصوت يكون واضح تمام، التقرير يكون جاهز قبل بوقته، الأشخاص يكونوا على موعدهم. هيك أنا أعطيتك نتيجة. كيف الواحد بيتصرف ليوصل لهالنتيجة؟ بدها وقت يمكن وبدها تطبيق بشكل، برجع بقول لك هون مو تطبيق بشكل عملي، بدي انا شارك النتيجه اللي بدي اياها مع الموظف. شرط اني اختار الموظف الصح. فانا اذا بدي ارجع اقول انا ما اخترت الموظف الصح وانا بكون مكنت حدا غلط، مثل خلينا نقول اعطيت شهاده سواقه لحدا فقد البصر فرضا، يعني هو ما عنده بصيره لقدام، ما عنده توجه، اعطيت شهاده سواقه لحدا متهور بس ما في قيمه لانه انا اللي اخترته غلط. في معايير للتقييم، هنا غالبا بنرجع نحن لاساليب اداره الموارد البشريه مثل تقييم الاداء، تقييم 360 درجه للشخص لحتى نعرف شو عنده كفاءات، ممكن نرجع لاختبارات معينه نعمل له اياها ساعتها نعرف هذا الشخص اذا يمتلك هالمهاره او لا يمتلكها لحتى اعطيه. مثل الشروط الاساسيه للتمكين هي مجموعه من المهارات لحتى اقدر مكنه. بعد ما حطيت هالرؤيه وشاركتها معه، هون دوري انا ساعتها بعدين كفي له بالدعم. يعني اذا انا بدي اشتغل مثلا مع الموظفين بموضوع دعم معين، فما بقدر انا والله اقول له الموظف اشتغل وبنفس الوقت ما اقدم له الدعم، ما اقدم له التدريب اللازم، ما اقدم له التطوير اللازم، ما اعطيه مثلا خلينا اقول الصلاحيات اللي بيقدر ياخذها، ما افسح له المجال ليبدع. فانا بحاجه اني اعمل هدول الشغلات. اول شيء حط رؤيه ورساله واضحه لي، اهداف واضحه لي، شارك الموظف بالاهداف الخاصه فيه، نتفق انا وياه على نتيجه معينه بدنا نوصل لها، بعدين اترك له المجال واقدم له الدعم لحتى يوصل لهي النتيجه. أكيد. خلينا نحكي يمكن تطبيق التمكين هو أهم، ويمكن تطبيق مفهوم الموارد البشرية بالمؤسسات من جميع القطاعات. يمكن لو عندنا نحن يمكن موارد بشرية صحيحة وتم تطبيقها على أرض الواقع بشكل صح، أنا ممكن أقدر أطبق هيدا المفهوم.
لانه يمكن ثقافه الموارد البشريه نحن عم نشوفها بالاونه الاخيره، قبل ما كانت موجوده وفعليا ما أنا موجوده بشكل واسع في جميع المؤسسات والقطاعات، حتى يمكن عملها ما نصح 100%. اي عمل عم بيكون اكثر شيء اداره الموارد البشريه، عمل اداري بحت يقتصر على الورقيات، يقتصر على امور روتينيه طبيعيه، مراقبه الدوام وهيك قصص، تمام، مراقبه الدوام، استقبال سيفيات لاقل الاكثر او سير ذاتيه. هي لازم تكون بطريقه ايجابيه، يعني انا احفز يمكن الموظف، احسب ساعات عمله الاضافيه، انتاجيته نوعا ما، لاقدر اقدر امكانيه عمله وكافئه عليها نوعا ما. انا اقدر احاول اخلق بيئه عمل، هي بيئه العمل تكون عادله، وبنفس الوقت تقدر تخلي الموظف ينتج اكثر ويحس انه جهده مقدر والجهد اللي عم يبذله حقه مصاري. خلينا نقول اداره الموارد البشريه كمان بتلعب دور لازم تلعب دور محايد بين الاداره وبين الموظفين، ما تنحاز لحد. انت لا تتبع الاداره، انت تتبع للجهتين نوعا ما. تماما، هي اول شيء تعريف باداره الموارد البشريه فيك تقول هي سلطه الوصل ما بين الاداره وما بين الموظفين نفسها. هون بيقع الشخص بين نارين، الاداره اللي ممكن تطرده والموظفين اللي ممكن يرفضوه، فالواحد بده على طول يحاول يلاقي هالتوازن بين الاثنين لحتى يقدر يوصل الفكره، لحتى يقدر يدمج بين اهداف الاثنين. وبنفس الوقت مثل ما قلنا اذا حكينا فكره التمكين، انا بختار شخص بناء على مؤهلات. احيانا نظره المدير لشخص انه انا بدي اعطيها المجال، اعطيها الرخصه خلينا نقول لحتى ينفذ الشيء اللي بده اياه، ممكن تكون كثير محايده، تخضع لاراء شخصيه، تخضع لمحاباه. فدور اداره الموارد البشريه تصحيح هي الرؤيه والصوره للموظف نوعا ما. يعني اعطيك مثال بواقع عملي، احدى المرات كان في احد الاشخاص يعني عطى صلاحيات واسعه ليستلم مهام كثير كبيره. طيب هذا الشخص هي المهام ضمن مهامه، ولكن حيمكنوه انه ينفذها، حيعطوه الدعم والتدريب اللازم. هلا وجهه نظر مديره انه بينه وبينه هي علاقه شخصيه، وصار لهم يعني بلشوا بالشركه مع بعض وتطوروا. وجهه نظر مديره انه هذا الشخص منيح. وجهه نظرنا كموارد بشريه بناء على الاختبارات اللي عملنا له اياها، بناء على المتابعات اللي عملناها اثناء التدريب، هذا الشخص لا يمتلك نصف المؤهلات المطلوبه ليشتغل هذا الموضوع. هون نبهنا انه هذا الشخص اذا استلم حيعمل 1 2 3. هلا ما رد علينا للاسف، انه خلاص خلينا نتبع الموضوع، الزلمه هو القديم والاقدر. فيوم بلش الشغل على ارض العمل، بلش الشخص مثلا يفشل، ما يحقق اهدافه، فريق العمل اللي هو كان عم يشتغل معه بلش ينفر منه. فاذا هون ساعتها وعيت الاداره انه لا، حكوا الشباب شيء صح. بعدين بلشنا بالخطط الجديدة، نعرف مين الشخص اللي بنعطيها الصلاحيات، مين الشخص اللي بنعطيها الإمكانات، مين الشخص اللي نفسحه ونطوره بشكل أكبر. لأنه إذا ما عنده الأساس الصح ما فينا نحن نعطيه هذا الشيء، لأنه عن جد مثل ما بقول لك، تخيل عم تعطي سيارة لشخص ما بيعرف يسوق، فهو أوريدي حيطبش كل شيء، حيكسر كل شيء، أو ما بيعرف حدوده، فأوريدي ممكن يطلع من المدينة تبعه ويطلع يسوق شيء بمكان ثاني، نفس الشيء هذاك الشخص هيك صار معه، يعني لدرجة إنه صار يعمل خلافات مع زملائه بمناطق أخرى. فهذا الشيء ادى الى في كثير صار شربك، كثير صار مشاكل. هون وعيت الاداره على اهميه الموارد البشريه، يعني خلينا نقول بعد الصدمه اللي اكلتها البسيطه. قد ايه نسبه بالميه نحن يمكن في بشركاتنا بسوريا هلا من جديد موارد بشريه وشغل صح، يمكن تستخدم اساليب الكوتشنج والتمكين وهيك، قد ايه عندنا نسبه بالميه؟ هلا في عندنا خلينا نقول 5%. يعني في نسبة جيدة، نسبة خاصة جيدة تعتبر بمجتمع نحن تقريبا مفهوم الموارد البشرية إدارة بعده غير لسه غير ناضج، غير واضح، صح، تمام، يعني بهالفترة جدا جيدة، يعني خلينا نقول ممارسات صحيحة 100%. إذا ما كانوا عم بيشاركوا التمكين فإني عم بيشاركوا نتائج بطريقة غير معلنة، فنحن بنعتبرها تمكين. يعني بيقولوا للموظف شو شو المطلوب منك تسويه وتنفذه، ما بيقولوا له كيف تسويه، وبالتالي عم بيفسحوا له المجال لإبداع عن طريق قوائم، عن طريق تعميمات إدارية معينة عم يسووها، ولكن ما في جلسه، ما حيكون عم يكون في تدريب متواصل. يمكن يعول عليهم يعملوا جلسات تدريب الفرديه اللي حكينا عنها باحدى الفقرات هي كوتشنج، بس يمكن كمان في جلسات او دورات تدريبيه كمان عم بيخضع لها الموارد البشريه، يعني في ناس غير حامله لشهاده الموارد البشريه تخضع فقط لدورات كمان تصنف ضمن الموارد البشريه، وهذا يمكن نوعا ما غير صحيح، لانه انا اكون قادر اكون مثل الموارد البشريه لازم يكون معي شهاده نوعا ما، تماما، وبالاضافه للدورات لطبقه على ارض الواقع. هذا المفهوم انتشر بالاونه الاخيره، بس قديش فعلا استخدامه عم يكون صحيح؟ تمام. هلا في عندنا طبعا شركات تدريب محترمه عم بتحاول تبني منهاج علمي اكاديمي وبنفس الوقت طريقه عمليه. هاي الشهادات، هاي الدورات عم بتكون جيده. بنفس الوقت في عندنا دورات تجاريه عم بتعطي مواضيع ما لها علاقه باداره الموارد البشريه، عم بتكون عم تعطي مواضيع لها علاقه بالمهارات، اداره الموارد البشريه، اليات تنفيذ برامج تطوير مواضيع معينه، يمكن رنانه بالاذن بس ما لها مفهوم، يعني بيطلع واضح. يعني عندي شخص فات على دوره موارد بشريه للاسف طلع عامل شيء ثاني، اللي احنا تعلمنا بالموارد البشريه 1 2 3. طب عملنا نظام، تعرف كيف تعمل نظام تقييم اداء؟ قال لا. طب عرفت كيف على ليله تجري مقابله عمل بطريقه احترافيه؟ قال لي لا. شو الشيء تعلمته؟ قال لي تعلمت كذا وكذا وكذا. لما طلعت اني مهارات تطوير شخصيه منها اداره موارد بشريه، فقلت له المنهاج اللي اخذته للاسف كان غلط. تطوير جسدي يمكن، ولغه جسد تماما، هيك مفهوم
برمج لغويه عصبيه مثل ما بنقول. طب رواد، اذا هلا اي شركه يمكن دعتك لحتى يمكن تعمل تريننج او لحتى تقيم قديش شغلهم صح او خطا، وفي اتش ار ولكن وموارد بشريه ولكن عم يشتغل مثل ما قلنا شغل روتيني، شو هي الخطوات الاولى يلي بتبلشها مع هي الشركه او مع هي المؤسسه او مع هي يمكن كادر العمل، شو هي الخطوات الاولى اللي بتبلش فيها؟ كيف يمكن بتعطي نصائح للموارد انه هو يتعامل مع الموظفين؟ كيف بتفهم الموظفين شو شغلته، شو شغله الموارد؟ يعني بدنا نفهم الطرفين. خلينا نحكي هلا، خلينا نقول بس افهم سؤالك صح، يعني انا فت على يعني شركه، يعني انت فت على شركه لحتى خلي اداره الموارد البشريه فعاله. هي فعاله حلو كثير. اول شيء بدي اروح مع اشوف الاداره شو بتفهم عن الموارد البشريه. اداره الموارد البشريه هون في عندنا فهم مغلوط لاداره الموارد البشريه، بصير في بعدين مثل دورة تدريبية صغيرة لدور الموارد البشرية وكيف بتفيد الإدارة. بعدين برجع لعند الأشخاص اللي بقسم الموارد البشرية، كمان بعرف شو قديش إمكانياتهم، بالإضافة شو مهاراتهم، شو العوائق اللي عم بتصير معهم. حتى لو إمكانياتهم صفر في عندهم مهارات نحن بنقدر نطور الإمكانيات. أنا بهمني المهارة والقدرة تكون موجودة لحتى أقدر أبني على أساسها، لأنه آخر شيء برجع بقول لك في طلاب جامعة بيتخرجوا نفس المنهاج، اللي بينجح اكثر هو اللي عنده مهارات وقدرات اكثر، رغم انه ماخذين نفس المنهج ماخذين نفس المعدل. المهاره بحب سميها مثل الزيت اللي بيجي على مسننات المحرك، المجتهد يمكن هو له نصيب اكبر اللي بيطور مهاراته 100%. يعني بيعرف مهاراته هو بيطورها. في ناس تمتلك مهارات بس ما عندها يمكن قدره لتكون مجتهده لتطورها على ارض الواقع بشكل صحيح. هي المهاره شيء بيكتسب، يعني ما في حدا ما في يقول ما بقدر اكتسب مهاره، فيك تكتسب مهاره ولكن بتفرق بقى بناء على القدره اللي عندك، هل عندك خلينا نقول الامكانيه اللازمه لحتى تطور هذا الشيء. مثل شخص مثلا خلينا نشبهها بشيء، مثلا مهاره خلينا نقول مهاره التحدث. اذا شخص مثلا يعاني من مهاره التحدث او التقديم قدام جمهور، شخص يعاني من مشاكل بالنطق بيطول هي القدره، مشكله بالنطق هي عائق بالقدره عنده، بيطول اكثر ليصير عنده هاي المهاره. على عكس شخص النطق عنده سليم بيقدر يكتسبها بشكل اسرع، خلينا نقول كمسافه، ولكن الاجتهاد او خلينا نقول العمل الدؤوب هو شيء اساسي، ميزه اساسيه عند الشخص يقدر يطور قدره، هي صفه شخصيه عند الشخص. فالافراد لازم يطوروا حالهم، المهاره بتاخذ وقت، فانا لازم اطور حالي واتعب حالي لحتى اوصل لهذا الموضوع. نعم، خلينا كمان نحكي على جانب الموظفين. نفس السؤال، كيف نحن فينا نعرفهم للموظفين اكثر عن مفهوم الاتش ار وعن مفهوم التعامل معه؟ هلا نحن ساعتها من بدل ممكن نعمل شيء اسمه اجراءات عمل. هاي الاجراءات العمل تكون خلينا نقول بتحدد شو الخطوات اللي لازم يتبعها الموظف لحتى يقدر ياخذ شيء من الاتش ار او يطلب شيء من الاتش ار او الاتش ار ينفذ له اياه. متى ما حددنا شو دور الاتش ار بهالاجراءات وشو دور الموظف، تترسم تتشارك مع الجميع بشكل ورقي، بشكل ورشات، بشكل تعليمي، بشكل تدريبي تفاعلي، في كل شركه لها اسلوبها. هون ساعتها بصير الموظف يعرف انه اذا بدي مثلا انا تدريب من الاتش ار كيف، شو الخطوات لازم تبعها لاطلب هذا التدريب، اذا الاتش ار بده يتواصل معي كيف طريقه التواصل معي بتكون، كيف انا بدي اتواصل مع الاتش ار بشكل رسمي، كيف برفع الطلبات. اجراءات العمل هي بتتشارك، بتنحط، بتتشارك بين الجميع، ساعتها بصير الكل في بيناتهم تعامل سلس. يعني مثلا نعطي على سبيل المثال احدى الشركات مثلا التدريب كيف بيصير عندهم، انه بيرفعوا للموظفين طلبات لمدراءهم المباشرين، مدراءهم المباشرين مثلا كل اول شهر بيرفعوا هاي طلبات التدريب لقسم الموارد البشريه. قسم الموارد البشريه بيدرسها، بيعمل عليها مثلا الميزانيات المطلوبه، البرامج المطلوبه، بيرفعها للاداره، بياخذ موافقه، بعدين بيعلن الموظفين وبدعيهم للتدريب. هاي الخطوات اللي عم نحكيها وكل مرحله بمرحلتها كيف، شو دور كل مين فيها، هاي بقى شطاره خلينا نقول قسم الموارد البشريه او الشخص اللي بيجي استشاري على الشركه اللي يقدر يحط هاي الخطوات ويقدر يوعي الاشخاص فيها لحتى يقدروا ينفذوها بشكل صح. بس يمكن هي الخطوات بدها وقت كثير طويل كتير. لهيك المؤسسات ان كان مؤسسات حكوميه او شركات خاصه بدها بوقت قصير يمكن ومختصر اكثر مشان توفر كمان نوعا ما على نفسها وقت وتكلفه وماده. خلينا نحكي يمكن مفهوم التمكين بيساعد نوعا ما على تعزيز دور الموارد البشريه بالمؤسسات 100%. خلينا نحكي فعليا شو الفرق بين التمكين والتفويض. حلو، لنعرف الفرق نوعا ما وكيف انا موارد بشريه بقدر طبقه. هلا التفويض مثل التمكين، ولكن بيفرق التفويض عن التمكين، انا ممكن اعطي الشخص مسؤوليات زياده قد تكون اساسا ضمن توصيفه الوظيفي او ضمن عمله. بس ياتي بعد التمكين فينا نقول اذا بدي اعطيه مسؤوليات زياده. اي شخص بيعطيه مسؤوليات زياده هي نوعا ما اكثر شيء بنفكر فيها يوم بتصير رقي الشخص. فانا بصير فوض له شويه خلينا نقول مجموعه من المهام تباعا لحتى يقدر يتعلمها وبعدين يترقى للمنصب اللي بعده. بس التمكين بصير انه ضمن نطاق العمل المتفق عليه بيني وبينك، بصير بعطيك الدعم وبفسح لك المجال انك تسوي الشيء مهم توصل للنتيجه.
التفويض لا بعطيك مهمه زياده بتفق انا وياك كمان على النتيجه المطلوبه او احيانا على الطريقه اللي بدك تنفذها. هون فرقت. مثلا اذا انا شخص عندي ممكن اقول لك ساوي الخطوات التاليه لتوصلك. التمكين لا، لازم اقول لك هي النتيجه. بالتفويض في ناس بتتبع اسلوب النتيجه والخطوات، انه فيك تعمل 1 2 3 بتوصل للشيء اللي بدك اياه. ولكن ساعات الفرق بين التفويض والتمكين انه واحد اول شيء التفويض مهام زياده، اثنين ممكن بالتفويض انا بعطي خطوات التنفيذ معظم الاحيان مشان واعطي للشخص صلاحيه باتخاذ القرار جديده. اما بالتمكين ضمن نطاق عملك ما في عندك اداء متميز، ما في عندك انتاجيه عاليه، ما عندك ابداع بالعمل، نوعا ما عندك خلينا نقول مثل بيقولوا الموظف ببين مشغول ولكن ما في انتاج. طول الوقت عم تركض وتشتغل واخر شيء ما في انتاجيه. تماما. هون ساعات انا بحاجه اجباري للتمكين. مثلا احيانا بكتشف انه مثلا الاشخاص نفسهم بنفس المنصب عم بيتركوا ويفلوا دغري، بيوصلوا ما بيقعدوا فتره قصيره بيتركوا. هي معناتها انا بحاجه لاني اعرف مكن هذا الشخص صح، دربه واهله، اعطيه اتفق انا وياه على نتائج عمل. لانه الشخص بيقول لك كثير بنفوت على شركات بيقول لك انا ما بعرف شو مطلوب مني، ما بعرف شو بدي اشتغل. قال لك بعرف شو بدي اشتغل ولكن ما بعرف شو مطلوب مني. زي حافظ الخطوات ولكن مو عارفان شو الفائده منها، شو الفائده، شو الشيء المطلوب منه، اخر شيء يسوي منه. فكتير بتضيع المشاكل بيناتهم. نعم رواد، نحن نتمنى انه كل الشركات تتبع يمكن الانظمه اللي نحن عم نضوي عليها بصباحنا معك، وبنتمنى يمكن الموظف ياخذ حقه على اكمل وجه ويكون الموارد البشريه هي يمكن تشتغل شغلها الاساسي على ارض الواقع. نتمنى هذا الشيء على طول. نتمنى اكيد. نتمنى كمان من الادارات تفهم دور الموارد البشريه بشكل صح، ما تاخذه بطريقه مغلوطه بطريقه تقليديه، تفهم انه هو ذاتيه للموظفين، تمكنهم تعطيهم شو المطلوب منهم لحتى يقدروا ينفذوه ضمن نطاق عمل متفق او يتفقوا على خلينا نقول توصيف وظيفي صحيح. لكن ننصح الاداره تتعرف على الموارد البشريه والشخص نفسه يتعرف شو في له دور كاداره موارد بشريه يقدر يطور فيه الشركه. ولهيك يمكن نحن ببرنامج صباحنا غير وعبر شاشه الاخباريه السوريه عم نسلط الضوء على اهميه الموارد البشريه وقديش لها دور فعال في جميع المؤسسات. بتريح الموظف كمان. صحيح. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا، على النصائح والمعلومات اللي قدمتها.